اطلع على احوال الطقس مع موبيليس. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ارتفاع في درجات الحرارة شهدناه خلال نهار اليوم على كافة المناطق الشمالية، حتى بالنسبة للمناطق الجنوبية درجات الحرارة فقط المعدل الفصلي. وأهم ما ميز المناطق الجنوبية خلال نهار اليوم هو هبوب رياح كانت قوية نسبيا، مما عملت على تطاير الرمال على أغلب مناطق وسط الصحراء، شمال الصحراء والجنوب الشرقي. وإذا الرؤية كانت رديئة في كل هذه الأماكن. من خلال صور القمر الاصطناعي نلاحظ دائما الاضطرابات الجوية النشيطة التي بقت تميز جنوب غرب أوروبا. بالمقابل كانت الأجواء مشمسة خلال نهار اليوم على مناطقنا الشمالية وحتى الجنوبية، ونظرا دائما لهبوب رياح جنوبية غربية عملت إذن على ارتفاع درجات الحرارة، ولكونها كانت يعني قوية نسبيا عملت على تطاير الرمال على أغلب المناطق الجنوبية. ستستمر تقريبا نفس الحالة الجوية خلال يوم الغد بحول الله، رياح قوية ستبقى تميز إذن خلال يوم الغد المناطق الجنوبية. إذن تطاير الرمال سيبقى يميز أغلب مناطق وسط الصحراء، شمال الصحراء، الجنوب الشرقي. إذن الرؤية ستكون رديئة، سرعة الرياح تصل لغاية 50 كيلومتر في الساعة. طبعا من الممكن أن تتصاعد هذه الرمال إلى غاية المرتفعات الغربية وحتى الوسطى تدريجيا نحو المرتفعات الشرقية. إذن حبيبات الرمال ستبقى عالقة بكل هذه المناطق. طقس ثقيل أيضا سيميز كل المناطق الشمالية، أجواء مغشاة على العموم بالنسبة للسواحل. السحب ستكون أكثر كثافة نحو المرتفعات الداخلية، مرفوقة بخلايا رعدية، من المحتمل أن تكون مرفوقة ببعض الأمطار، هذا على المرتفعات الغربية وحتى الوسطى. دائما رياح قوية نسبيا. هذه السحب ستمتد تدريجيا نحو منطقة الأوراس، وفي أواخر النهار قد تلتحق هذه الأمطار الرعدية نحو السواحل الشرقية. نشير إلى أن الطقس سيكون حار بأقصى المناطق الشرقية خاصة، حيث هنا درجة حرارة تصل لغاية 30 درجة. إذن بالنسبة للحرارة خلال ليلة اليوم هي الأخرى ستعرف ارتفاع مقارنة بيوم الأمس، تصل لغاية 13 درجة بجالما، 12 بسكيكدا وعنبة، 7 درجات فقط بالعاصمة، 10 بتيزي وزو، بتيارت، بوهران وحتى بالبيض، 14 منتظرة بشمال الصحراء إلى غاية مناطق الجنوب الغربي، 12 بمرتفعات الهوغار والتاسيلي، 17 بوسط الصحراء و19 بأقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد ونظرا دائما لهبوب رياح جنوبية غربية ستعمل على ارتفاع درجات الحرارة خاصة بأقصى المناطق الشرقية، 30 درجة منتظرة بالطرف بعنابة، 29 درجة بقلمة وسوق أهراس، حتى بالعاصمة ستقارب 24 درجة، 26 درجة منتظرة بوهران، في حين لن تتعدى 18 فقط بتيارة والبيض، هذا نتيجة لتواجد السحب الكثيفة مع خلايا رعدية، 27 درجة بالنسبة لغردية، 25 درجة بكافة الجنوب الغربي، 30 درجة منتظرة بثمن راست بجانا، تفوق 30 بأغلب المناطق الأخرى، تصل لغاية 34 درجة بإليزي وإناميناس، و36 على مقياس بكل من برج مختار وعين قزاب. البحر خلال يوم الغد بحول الله يكون من قليل الاضطراب إلى مضطرب نحو سواحل الوسطى، يتحول إلى مضطرب خاصة في أواخر النهار وحتى على السواحل الغربية. نشير إلى أن الرياح ستكون معتدلة تتحول إلى قوية نسبيا خاصة في أواخر النهار، تصل سرعتها أحيانا تكون قوية تقارب 70 كيلومتر في ساعة بالنسبة لسواحل الغربية خلال أواخر النهار مع تيارات جنوبية غربية. على سواحل الوسطى في أواخر النهار تصل لغاية 60 كيلومتر في ساعة، وتأتينا ضمن التيارات جنوبية شرقية. أما على سواحل الشرقية البحر يكون قليل الاضطراب وفق الرياح ضعيفة ومتغيرة الاتجاهات، لتشتد هي الأخرى في أواخر النهار خاصة تحت واقع الرعود. بالنسبة للمعلومات الفلكية ونطوي بها الصفحة الجوية، شروق الشمس خلال يوم الغد بحول الله سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و21 دقيقة، والغروب على الساعة 6 مساء و41 دقيقة، ويبقى دائما عنوان مصلحة الأرصاد الجوية في الخدمة. شكرا على المتابعة وفي أمان الله. قدمت لكم موبيليس الأحوال الجوية.